اتنين من الفنانين كانوا ترند الفترة اللي فاتت بسبب الشائعات اللي انتشرت عن علاقتهم ببعض، وكانوا هما السبب في ظهور الشائعات لنفسهم علشان بيلمحوا بطريقة غير مباشرة، سواء بنشر صور أو بالتعليق على صور على حسابهم الشخصي على السوشيال ميديا. هما الفنان محمد عطية والفنانة أسماء جلال. طب إيه حقيقة علاقتهم ببعض؟ وحصل إزاي وإمتى؟ وهل التلميح ده نهايته ارتباط أو جواز، ولا بس حب للظهور والترند؟ أنا ماريا مجدي، ويلا بينا نعرف إيه الموضوع. الترند بقى هو المسيطر على دماغ كتير من الفنانين، سواء كان الترند ده حقيقي أو شائعة، وطبعاً بعلم الفنان أو من وراه فهو كده كده مصيره يبقى ترند. محمد عطية الفترة اللي فاتت كان مكتسح الترند بجدارة، وده كان بسبب تصريحاته اللي كانت سبب في حالة من الجدل والتشويش والاستغراب والبلبلة بين الناس. معقول كده؟ ممكن يكون قال كده فعلاً؟ دلوقتي بعد كام يوم من الغياب رجع الفنان محمد عطية للترند من جديد، وزي ما بيقولوا كده رجع لمطرحه، ولكن ما رجعش لوحده، رجعت معاه كمان الفنانة أسماء جلال. هي كمان كانت مكتسحة الترند قبل كده وخلت الناس كلها تتساءل يا ترى يا هل ترى. الترند المرة دي مختلف، بس مش مختلف قوي عن الترند بتاعها مع ويجز لما نشرت صورة ليها على السوشيال ميديا على الأكاونت بتاعها، وظهروا كتير مع بعض في الفترة الأخيرة، وسافروا كمان مع بعض علشان تحضر حفلته في لبنان وبعد كده باريس، ولكنها قطعت الشك باليقين وقالت انهم اخوات ومفيش اي حاجة بينهم، وده لما هنت ويجز بعيد ميلاده ونشرت لها صورة على حسابها الشخصي وقالت عليها عيد ميلاد سعيد يا اخي، ابقى متواضعا ولطيفا وافضل صديق يطلب اي شخص. وبكده تكون قفلت الموضوع واستغلت عيد ميلاده في انها ترد على الشائعة دي ان هو مجرد اخ وصديق ليها وبس. وبكده يبقى ويجز بيتحط في الفريند زون للمرة التانية بعد هدى المفتي. وكانت لبنان وما زالت ملتقى الأحباب، ودايماً مرتبطة بالحب والمشاعر الحلوة، وده اللي حصل مع الفنان محمد عطية والفنانة أسماء جلال. ده كان حبك أجمل صدفة ولا إيه؟ ظهرت تفاصيل جديدة عن علاقة الثنائي محمد عطية وأسماء جلال، وطبعاً اتصدروا الترند بعد ما الفنان محمد عطية أعلن على أكاونت بتاعه إنه بيعيش قصة حب، ولكن ما صرحش عن هويتها وهي مين، جايز حب مجهول أو جايز يكون بيحبها من طرف واحد، علشان كده ما أعلنش أو ما اعترفش بحبه ليها. أسماء جلال تسكت؟ لا إزاي؟ هي كمان نشرت على صفحتها على فيسبوك بوست غريب شوية يوحي يعني إن في حاجة ما بينهم، وبدأت الناس بقى تربط الأحداث ببعضها، الأحداث اللي فاتت واللي حصلت دلوقتي، وخمنوا العلاقة دي كده بالتقريب. واللي أكد للناس أكتر هو احتفالها مع الفنان محمد عطية بعيد ميلاده في لبنان، ونشروا مجموعة من الصور على الأكاونت بتاعهم على السوشيال ميديا. ولكن المرة دي محدش من الطرفين طلع يكذب أو يأكد خبر ارتباطهم، زي ما الفنانة أسماء جلال نفت خبر ارتباطها بويجز في عيد ميلاده قبل كده. طب يا ترى ليه أسماء جلال ما نفتش خبر علاقتها بالفنان محمد عطية، وده في نفس المناسبة اللي نفت فيها المرة اللي فاتت خبر شبيه؟ وهل الفترة اللي جاية ممكن تتطور العلاقة من صداقة قوية لعلاقة حب ونفرح بيهم يعني قريب؟ قولولنا رأيكم في الكومنتات.